طب ورينا كده يعني اعمل ايه اوكي دلوقتي وانا معاكي؟ ماشي. اهم حاجه احنا بنركز ان الظهر يكون مفرود اهو عشان التنفس يكون مظبوط. يعني لو حسيتي حد قاعد مثلا عامل كده باين من شكلي من بعيد ان انا حد مش مظبوط، يعني قاعده اوكي، مش مظبوط، فافرد فبفرد ظهري. ظهري اهم حاجه، كتافي كده بالجنب، انا رقبتي. طرقعت مبدئيا، طب كويس. شفتي؟ ها الدقن لجوه شويه، ما تبقاش راسي لورا او يمين او شمال، هي في النص اهو والدقن لجوه شويه. وهبدا اخلي وعي انا ازاي بتنفس. اه ممكن مع الحياه السريعه بقينا نتنفس حاجه بسيطه من الصدر كده، بس التنفس بوعي ان احنا بنبدا نتنفس من بطننا. فممكن احط الايد الشمال على بطني وايدي اليمين في نص الصدر كده، وابدا اخد النفس من البطن. بس لما اخد نفس البطن بقى ما تدخلش لجوه، أمال هي زي البالونة، عارفة لما تنفخي البالونة فتكبر، هي نفس الفكر. انا هاخد نفس فبطني هتطلع لبره، بعد كده املى الرئة بالنفس، هطلع النفس من الرئة وبطني تدخل لجوه على الاخر. وبنتنفس من المناخير بقى مش من البق. اوكي فاول حاجة من المناخير هتراقبي حركة البطن، حركة الصدر، حتى هتحسي الجسم بيكبر، اوكي الجسم زي بخرج النفس فبيصغر. اوكي وده التنفس البيبيهات لو ركزنا بيتنفسوا ازاي هنلاقيهم يتنفسوا كده. اوكي بس احنا يمكن مع الحياة السريعة ما فيش وقت، مش مركزين اصلا مع النفس عشان هو حاجة بالنسبة لنا اوتوماتيك، فخلاص بنتنفس كده. لكن لما نعمل التمرين التنفس بوعي هتحسي انت ابتديتي تهدي كده، تحسي سامعة صوت النفس بتاعك، حاسة بجسمك. ف ودي نعملها الصبح اول ما نصحى مثلا، ولا قبل ما ننام، ولا في اي وقت؟ ممكن اي وقت، وزي ما قلت يعني تصحي وقبل ما تنامي على السرير حتى وانت نايمة على ظهرك تبدأي تتنفسي. والنوم على الظهر مع التنفس ده بيكون اسهل لما عن لما الواحد وهو قاعد. قاعد اه. ونعملها كم مرة في اليوم مثلا يا ايه؟ زي ما قلت اي وقت قاعدة في ال يعني وقت مدة معينة مثلا، انا صحيت الصبح عايزة اوكي. اعملها، اقعد اعملها كم مرة او وقت قد ايه؟ يستحسن لو حد مبتدئ يبدأ 3 دقايق يجرب نفسه، لان لو حد مش متدرب عليه يعني هتلاقيه بيفرك، عايز يقوم عايز يتحرك، انا ليه قاعد ثابت. فيبدا 3 دقائق 5 دقائق، قادر يزود كل شويه بيزود. طيب ايه علاقة اليوجا بالتركيز؟ التركيز ان احنا في حركات اليوجا دايما بنسمي زي نقطه تركيز. يعني ممكن تمرين التنفس اللي انا لسه عاملاه اغمض عيني وفي نقطه هركز عليها، هي مثلا ما بين الحاجبين هنا جوايا انا مركزه على النقطه دي. بعمل تمرين معين فيه اتزان، بحدد نقطه قدامي بص عليها علشان الاتزان بتاعي. وانتي كده كده بتصفي ذهنك، كل ما الافكار بتهدى ذهنك بيصفى، كل ما هتلاقي ان انتي قادره تركزي اكتر. خلاص مفيش دوشه، مفيش مجهود زياده انتي مش محتاجاه بتعمليه، فتحسي ان انتي قادره تركزي اكتر. وكل حركه بتعمليها هي في نقطه تركيز معينه انتي واخده بالك منها. حقيقي لو واحد قاعد يعمل يوجا فترة طويلة ممكن فعلا يخس، ولا بس يكون جسمه flexible؟ الاتنين، وكل جسم غير التاني. يعني في ناس لو عملت انواع اليوجا الرياضيه هتلاقي ان جسمها ظبط قوي، مش شرط يخس، على الاقل هيظبط الشيبينج بتاعه بيظبط اللي هما بيقولوا عليها توند، اللي هو بيكون جسمه مظبوط من بالظبط غير ما يكون لا هو خس قوي ولا تخن. بالظبط. فهتلاقي اليوجا كرياضه جسديه هتلاقي ناس بتخس او جسمها بيظبط، غير تمرين التنفس او الحركات البسيطه ده برضو بيساعد ان الهضم يكون احسن، الحرق يكون احسن. التنفس الواعي اللي احنا لسه عاملينه ده بيساعد برضو على ده. فعشان كده تمارين التنفس مهمة، ما نديش بس اهمية للحركات، كل ما نتنفس احسن ده هيفرق ان الواحد يخس برضو.